بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں دبئی کے جعفریہ ایریا میں. یہاں پر ایک میں نے مسجد دیکھا تھا بہت پہلے باہر سے، تو آج اس مسجد کے اندر جائیں گے ہم لوگ. اور یہ مسجد کا نام ہے ابو عبیدہ بن زرہ. بہت پہلے میں یہاں پر آیا تھا کچھ کام سے، تو میں نے باہر سے مسجد دیکھا تھا، تو آج اس مسجد کے اندر جائیں گے. اور یہ ہم لوگ مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جزع في الحشا طربا وحين من زاح بدر لا غشا له تورق الصبح في كفي وانتصبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام يا ذا الجلال والإكرام يا